أظن كما فعلت قبل قليل لا ليس لديها الصورة الكاملة، حتى الشرطة ليس لها الصورة الكاملة لحد الآن بسبب أنها تراجع الكاميرات المحيطة بالمكان، وبسبب أيضا أنها طلبت أيضا من المارة والذين يحملون هواتف ذكية، هواتف لها كاميرات وقد يكونوا كان صوروا بعضا من ما حدث. الحدث هو حدث في يعني الحدث هذا الذي يطلق عليه الآن أو البعض أنه حدث إرهابي حصل في فترة قصيرة جدا. الناس سمعوا إطلاق النار وثم هروع الشرطة ثم هروع سيارات الإسعاف. طيب أحمد أنا عذرا على المقاطعة، سنتحول إلى العياشي جابو، يبدو أن لديه جديدا العياشي. ربما محمود الجديد هو ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام البريطانية من أن الشخص الذي دهس مجموعة من المارة على جسر وستمينستر القريبة والمحاذي لمبنى البرلمان هو نفس الشخص الذي قام بسيارته بعد أن دهس المارة، بعض المرة جروحهم خطيرة جدا حسب ما قال متحدث باسم المستشفى القريب من المنطقة، ثم أن هذا الشخص قام واتجه بسيارته إلى أمام البرلمان وقام برطم أو ارتطم بسيارته أمام السور ثم ترجل وخرج وحاول أن يطعن الشرطي أو رجل الشرطة الذي قام وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا. فيبدو أن المسألة أن الشخص الذي قام بهذا الهجوم هو ذات الشخص الذي دهس المرة قرب الجسر ثم تحول ثم سار بسيارته إلى يعني مبنى البرلمان من الأمام وحاول ارتطام السيارة بالسور. طيب تقول إن بعض الذين تعرضوا للدهس حالتهم خطيرة، وامرأة بالفعل لقيت حتفها جراء هذه العملية، ربما فاتتني أو فاتتنا الإشارة وإلقاء الضوء على هذه المعلومة، ما نوع تلك السيارة التي كان يقودها المهاجم؟ هل هي شاحنة، سيارة صغيرة أم ماذا؟ يعني الأخبار التي وردتنا لم تتحدث عن نوع السيارة التي تم استخدامها من قبل هذا الشخص من قبل الجاني، لكن الواضح أنه ربما استخدم ربما سرعة كبيرة في محاولة دهس الأشخاص، ربما حاول بسرعة دهس الأشخاص و يعني سار بسرعة ليتمكن من الوصول إلى المبنى الأمامي أو الواجهة الأمامية للبرلمان البريطاني ويقوم بطعن الشرطي ربما ويحاول القيام طيب مبنى البرلمان البريطاني معروف أن سوره ليس حجريا ولكنه سور مكون من أعمدة أو قضبان حديدية، هل كان أو هل يمكن أن نستشف أن المهاجم كان يريد أن يهدم جزءا من السور عندما يرتطم به بهذه الصورة بهذه السيارة؟ ربما لأن هناك فعلا أن هناك هذا الحاجز الحديدي، هناك بوابة حديدية، ربما كان يعتقد أن البوابة إذا ارتطم بها بقوة يمكن أن يدخل بسيارته ويحدث يعني هولا كبيرا بين أفراد الشرطة الذين يقومون بحراسة البرلمان البريطاني. طبعا لا نعرف بالتأكيد ما الذي كان يدور بخلد هذا الشخص، لكن يبدو من خلال بعض يعني التفسيرات لوسائل الإعلام البريطانية أن هذا الشخص هو نفسه الذي قام بدهس المرة على الجسر ثم
حاول أن يدخل بسيارته أو يرتطم بالواجهة الأمامية للبرلمان، لأنه فعلا يعني خلال طيب دعني أراجع معك المعلومة الأساسية التي جاءت في هذه المداخلة عياش جابو، أن الشرطة أو تبين حتى اللحظة الراهنة كمعلومة مؤكدة أن الشخص الذي لقي حتفه جراء إطلاق النار عليه في محيط مبنى البرلمان البريطاني هو ذاته الشخص الذي كان يستقل السيارة وقام بدهس عدد من المرة فوق جسر ويستمينستر قبل أن يرتطم بسيارته بسور مبنى البرلمان، هذا مؤكد حتى اللحظة الراهنة. إذن فعلا فربما يعني الشرطة لم تذكر هذا لحد الآن، لكن وسائل الإعلام البريطانية بشكل عام هي التي حاولت تفسير العملية، لأن عملية الدهس وفقا لبعض الأشخاص بعض شهود عيان حصلت قبل أن يسمع دوي ارتطام السيارة بمبنى بالواجهة الأمامية للبرلمان، لذلك كانت هناك خسائر في أو على الأقل إصابات كبيرة حوالي 12 إصابة كما ذكرت قبل قليل. الإصابات هي خطيرة كما تحدثت مصادر طبية، مصادر المستشفى القريب من المنطقة، وبعدها انتقل الشخص نفسه بسيارته وحاول أن يرتطم بالمبنى. نعم العياشي جابو، أرجو منك أن تبقى معي، أرجو منك أن تبقى معي. ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن أيضا عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة إكستر. دكتور عمر، يعني حتى اللحظة الراهنة الشرطة تتعامل مع هذا الحادث على أنه حادث إرهابي كما تقول، إلى أن يثبت عكس ذلك، ما الذي يمكن أن يترتب على هذا سياسيا وأمنيا أيضا؟ هو لا يمكن أن يترتب أكثر مما هو مترتب حاليا، لكن كانت هناك بعض القرارات المتعلقة وبعض القوانين المتعلقة بالوقف وتفتيش مواطنين وقد أوقفت، ربما ستعود مرة أخرى، ربما نرى يعني إذا تصاعد الموقف ورأينا شيء آخر أو عملية أخرى، ربما يعني لا استبعد حالة طوارئ يعني في لندن. الوضع طبعا أمن متوتر جدا ورمزية المكان في غاية الخطورة، لكن المتروبوليتان بوليس الآن أو بوليس العاصمة أصدر بيانا يبدو فيه من المواطنين عدم التسرع في نشر أي صور أو نشرة أي معلومات، و أن يكونوا يعني يحاولوا أن يحافظوا على هدوئهم. يعني صحيح أن دكتور عمر، صحيح أن المكان يحمل رمزية بالغة الدلالة، لكن في نهاية المطاف أو في التحليل الأخير لا يستطيع أحد أن يمنع أحدهم من أن يمر بسيارته على أحد الجسور في أي مكان في العاصمة البريطانية لندن، ويمكن لأي أحد يريد أن يفعل هذا أن يفعله ببساطة شديدة، أن يدهس عددا من المرة فوق الجسر ثم يرتطم. حتى اللحظة الراهنة ليس هناك اختراق أمني كبير يمكن أن يشار إليه في هذا الحادث. لا صحيح، وتم التعامل معه بسرعة شديدة، يعني هو المسافة بين كوبري وستمينستر والمكان الذي قتل فيه أو ضرب فيه المهاجم لا تعد عدة أمتار، يعني هو استمر بالسيارة جنوبا باتجاه البرلمان ومشى على الرصيف، يعني فدهس المرة على الرصيف ثم ترجل بعد أن ارتطم بالحائط وحاول أن يقطع أخذ الضباط وحرس البرلمان وأطلق عليه النار هناك، فلم تكن هناك يعني أنا لي عدد أو التوقيت أو المدة للهجوم كله، لكن أنا أتصور أنها كانت دقائق يعني. لكن الممكنة الرئيسية أن طبعا يتنظرنا على تابعنا ما كان يقوله مثلا تنظيم داعش. دكتور عمر، أرجو منك أن تبقى معنا، يبدو أن هناك بيانا تلقيه الشرطة البريطانية، المتحدث باسم الشرطة البريطانية من لندن يلقي الآن بيان حول هذا الحادث، لنتابع. يبدو أن الصوت لم يصلنا حتى اللحظة الراهنة،
لكن إلى حين أن يصل صوت المتحدث باسم الشرطة البريطانية الذي على ما يبدو يدلي ببيان الآن حول ما حدث في لندن قبل قليل من هجوم أسفر عن مقتل اثنين، أحدهما هو الذي نفذ الهجوم بحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية. الحادث أيضا أسفر عن مقتل إحدى المارات فوق جسر ويستمينستر إثر قيام المهاجم بدهسها بسيارته قبل أن يرتطم بهذه السيارة بسور البرلمان البريطاني، ثم يترجل ويحاول طعن أحد رجال الشرطة فيرديه أحد رجال الشرطة الآخرين قتيلا جراء هذا الحادث. لنتابع البيان الذي يلقيه المتحدث باسم الشرطة البريطانية. وأيضا أحد معاوني مفوض شرطة لندن كان قريبا، لم يصب ولكنه شاهد مهم، ونؤكد مرة أخرى أن من لديه معلومات أن يتصل لنا بالرقم المعروف لديكم إن كانت لديكم أي معلومات أو ترون أي شيء يثير الشبهة أن تتصلوا برقم الطوارئ 999. طبعا الضباط الشرطة يستجيبون للموقف، وأولويتنا أن نؤمن سلامة الجميع. كم عدد الرصاصات التي أطلقت؟ قلت لكم ما لدي من معلومات، ولست مستعدا للتكهنات. أيها السيدات والسادة، نشكركم وأؤكد مرة أخرى أن نبقي على مدينة لندن آمنة. إذا كانت لديكم أي معلومات اتصلوا بنا، وإذا رأيتم أي شيء يثير الشبهة اتصلوا برقم الطوارئ. شكرا جزيلا. كان هذا جانبا من بيان ألقاه المتحدث باسم الشرطة البريطانية. في الحقيقة بيان مقتضب، ناشد فيه المواطنين بأن من لديه معلومات فليتصل برقم الطوارئ الخاص بالشرطة البريطانية 999، وكذلك طلب منهم التزام الحذر في نشر أي معلومات غير مؤكدة حول هذا الحادث. أعود إلى ضيفي من لندن عمر عاشور. دكتور عمر، يعني لم يأتي المتحدث على ذكر الكثير مما يتعلق بهذا الحادث، يبدو أن المعلومات المتوفرة حتى اللحظة لدى الشرطة حول شخصية المهاجم أو دوافعه محدودة للغاية. ما الذي تستنتجه من هذا؟ نعم، حتى الآن يبدو كذلك الأمر، لكن هو اتخذ إجراءات احتياطية كثيرة. هو تكلم عن المزيد من الشرطة المسلحة ستنزل، المزيد من الشرطة السرية ستنزل، ويقول على المواطنين أن يتجنبوا عدة أماكن، منها شارع فيكتوريا، منها كوبري لامبث وهو الكوبري الأقرب ولكنه لا زال بعيدا عن ويستمينستر. فيبدو أن لديهم معلومات أن هذه الأماكن يعني ربما قد تكون معرضة للخطر، ويبدو يعني من كلامها أن الأمر لم أو هم يعني يتوقعون أن الأمر لم ينتهي بعد، ويتحسبون أن ربما شيء آخر سيحدث. يعني الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن يشير إلى أن شرطة سكوتلاند يارد، الشرطة البريطانية، ستجري تحقيقا واسعا بشأن مكافحة الإرهاب عقب الهجوم على مبنى البرلمان. إذن هناك إجراءات موسعة ستتخذ إثر هذا الحادث. يبدو أن الدولة رسميا في بريطانيا تتعامل مع هذا الحادث على أنه حادث إرهابي. نعم، هذا واضح في الخطاب، يعني هم يعني توقعنا هذا حادث إرهابي إلى أن يبدو شيء آخر، لكن يبدو يعني من النهج ومن النسق أنه يعني مشابه جدا لأحداث سابقة حدثت قبل ذلك في أوروبا وفي كندا، ومشابه أيضا. واليوم هو توقيت هجمات بسلت كما تعرفون، أو هجمات بوكسل، يعني توجد شيء من الرمزية في التوقيت وفي مكان. طيب، في يعني منذ عام 2005 هجمات 7/7 التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة نحو 700 شخص، منذ تلك الهجمات حتى اللحظة الراهنة بقيت لندن أو بقيت بريطانيا هادئة نسبيا على الرغم من المحيط المضطرب المجاور في فرنسا وفي بلجيكا وفي البلدان الأوروبية الأخرى، وبالتالي اعتمدت بريطانيا إلى حد كبير على قطاع السياحة
وصارت مقصدا سياحيا. هل تعتقد أن هناك قدرة على الموازنة بين تشديد الإجراءات الأمنية ومسألة مكافحة الإرهاب على نطاق واسع كما جاء في بيان المتحدث قبل قليل، وبين طمأنة السائحين بأن لندن ما زالت مقصدا آمنا بالنسبة له؟ نعم، أظن أنهم سيكون هناك قدرة على ذلك. نحن معظم الأحداث التي حدثت بعد 7/7 كانت تقول إرهاب غير متطور، يعني هجمات إما بسكين أو هجمات كما حدث اليوم بسيارة تستهدف أفراد محدودين باستثناء طبعا أيرلندا الشمالية. أيرلندا الشمالية حدثت فيها أحداث ربما أكثر تعقيدا من ذلك، لكن إلى حد كبير كان هناك تقليص في القدرة الميدانية لمثل هذه العمليات. ما سيحدث اليوم أظن أن ستكون هناك ردود أفعال شديدة، لكن القدرة على استيعاب مثل هذه الأعمال يعني لا شكرا جزيلا لك، فيها مبالغة إلى حد كبير. شكرا جزيلا لك الدكتور عمر عاشور، خبير الدراسات الأمنية في جامعة إكستر البريطانية، كان معنا عبر الهاتف من لندن. ونتحول أيضا أو ما زلنا في لندن مع مدير مكتبنا هناك أحمد إبراهيم. أحمد، هل يمكن أن نقدم للسادة المشاهدين إيجازا تفصيليا بما حدث أو المعلومات المؤكدة حول ما حدث حتى اللحظة الراهنة؟ اوكي، خلي احمد، هل انت معي؟ يبدو ان احمد ابراهيم غير جاهز. مشاهدينا الاعزاء، نذكركم بايجاز بما حدث حتى اللحظه الراهنه وفق المعلومات التي توفرت لدينا. احد الاشخاص يستقل سياره قام بدهس عدد من الماره فوق جسر ويستمنستر من 5 إلى 12 شخصا، لقيت إحدى النساء حتفها ثم ترجل هذا الشخص ليهاجم أحد رجال الشرطة في مقر البرلمان أو في مبنى البرلمان، ولقي هو الآخر حتفه إثر إطلاق الشرطة النار عليه. المزيد من المعلومات مشاهدينا الأعزاء نقدمه لحضراتكم في نشراتنا القادمة. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا في هذه التغطية للحادث الذي وقع في لندن قبل قليل. إلى اللقاء.